حياكم الله من جديد أحبتنا. بين قوسين، هلا هذه مو قوسين، قوسين مشاركة، هي مبادرة آمنت بقدرة الكويتيين على ابتكار المشروعات الصغيرة والتي بإمكانها أن تكون جزءا من دعامات نهضة الاقتصاد الوطني الكويتي. مشاركة تتبنى أفضل ما قدم في مجال المال والأعمال والمبادرات المميزة من قبل أصحاب المشروعات المنزلية أو أصحاب الأفكار الإبداعية ذات المنفعة والإضافة على السوق المحلي. مشاهدينا، للحديث عن مبادرة مشاركة، يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ عبد الله الغانم، رئيس مجلس المجلس المالي والإداري في مبادرة مشاركة. حياك الله وصبحك الله بالخير. الله يحييك ويحييك، صبحك الله بالنور والسرور. يا هلا وسهلا فيك. يعني مبادرة مشاركة، في ناس قاعد يفكرون في مبادرات كثيرة يطرحونها الشباب، لكن مبادرتكم جميلة وغريبة. كلمنا عن ما يميز مبادرة مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكر قناة الكويت وأشكركم على استضافتكم وحفاوتكم وعلى سماحكم لنا أن نسوق عن مشروعنا عن طريق قنواتكم في المجتمع. ساعة المباركة مكانكم. ساعة شبرة ما تقصرين. مبادرة مشاركة هي مبادرة مجتمعية لتأهيل وتشغيل المشروعات الصغيرة وتقديم كافة الدعومات المادية والفنية واللوجستية التي يحتاجها صاحب المشروع مجانا بدون أي تكاليف، حتى يتمكن صاحب المشروع المنزلي أن يتحول من إطار المنزلي إلى إطار مرخص قائم قادر على المنافسة في السوق المحلي. هذا باختصار فكرة المبادرة. من هم الفئة؟ فئة أصحاب المشروع، الأشخاص، الجنس والأعمار. سليم. الأعمار اللي حنا نستقبلها من عمر 21 سنة إلى عمر 40 سنة، ذكور أو إناث، يعني بالسواسية ما في اختلاف في المقارنة بينهم، ولكن فقط الفئة العمرية أن تكون من 21 سنة إلى 40 سنة. ما يفرق إذا كان موظف أو كان طالب أو كان يعني حر ما يعمل أو يعني يلتحق بأي عمل أو وظيفة معينة. نستقبل الجميع بشرط أنه يكون في هذه الفئة العمرية، زائد أنه يكون يعني جنسيته كويتي الجنسية، على أساس أنه نقدر بكرة إذا نجح معنا نشبكها مع الصناديق التمويلية اللي تضيف على التمويل الإحتياطي، مثل صندوق المشروعات الصغيرة ومثل البنك الصناعي الكويتي. فيشترط أن تكون جنسيتها كويتية. نعم، يمكن كثير من الشباب في السنوات الأخيرة أقبل على المشاريع الصغيرة مثل ما تفضلت حضرتك، ابتدوها من المنازل وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بدأوا يشوفون النور والتواصل مع الجمهور، في منهم مثل ما قلت فعلا ابتدى في البيت لكن بعدين قدر انه يوصل للسوق المحلي، لكن مشاركة قامت هي تساعد اللي ما يعرف الطريق سليم ويطلع للسوق المحلي. كيف يكون هذا الدعم؟ سليم، في البداية احنا من خلال تواصلنا مع اصحاب المشروعات من سنة 2009 الى اليوم الحالي، اصحاب المشروعات الصغيرة غالبا اللي يشتغلون في بيوتهم ما يميزون بين الربح ورأس المال والدخل، أساسيات العمل التجاري المفترض أن يفتهمها أي صاحب مشروع أو يعيها أي صاحب مشروع. عدد كثير من أصحاب المشروعات اللي يتجهون إلى هذا العمل يعني ما يميزون هذه المفاهيم، ما يميزون أيضا أن يجب أن يكون لديهم ميزة تنافسية إضافية على المنتج مالهم أو الخدمة مالتهم، بحيث أن ينافسون في السوق يقدرون يبيعون يحققون أرباح معينة. بالتالي في أفكار معينة مو مرتبة في أفكار أصحاب المشروعات، فإحنا نستلم صاحب المشروع ابتداءا من تسجيله عندنا في موقع مشاركة. يدش عندنا في الموقع يجاوب على 15 سؤال. ممكن تذكر لنا اسم الموقع؟ عند الأخوة اللي هو www.m- اللي هي ناقص فوق بعدين مشاركة mushaka.com. يدش على الموقع، بند سجل الآن، يدخل عليه في 15 سؤال. لما يحلها صاحب المشروع في البداية يرتب تفكيره في أسئلة معينة يدش يحلها، مثل الأرباح، العائد، رأس المال، ميزة التنافسية، فينبه على بعض الأمور اللي هو مو منتبه عليها. هذه في البداية. احنا نتوقع أن في مشاركة اثنين إن شاء الله يقدم لنا 500 صاحب مشروع، راح نقبل منهم 250 صاحب مشروع بناء على تقييم لجنة التحكيم مكونة من 4 أشخاص، دكتور فهد المضف دكتور في كلية العلوم الإدارية، والأخ فيصل القريفة في البنك الصناعي، والأخ عبد الرزاق المطوع في شركة غالية، والأخ أيمن الرويح من شركة تسويق. راح نستقبل اصحاب هذه اللجنه.
لجنة التحكيم. نعم. راح نستقبل أصحاب المشاريع ونقبل منهم 250 مشروع بالتعاون مع جامعة الكويت. أخذنا أرض مساحتها 20,000 متر موجودة في وسط جامعة الكويت، راح نحولها كلها إلى يعني معرض ضخم مدته 7 أيام، وراح نحشد فيه عما لا يقل عن يعني 20,000 شخص بناء على تجربتنا السابقة في سنة 2011. في رسوم بهذا المعرض؟ كله مجاني. كله مجاني. 250 مشروع راح يأخذون بوثاتهم مجانية. بما أن أنت تتكلم بس عفوا عن التفاصيل هذه، خلنا نأخذ هذا الفلاش اللي بيعطينا هذه البيانات أكثر بشكل مفصل. كويتي أمرك فوق 21، عندك مشروع منزلي قاعد يدخلك فلوس، ودك تطور هالمشروع حق شركة بس التراخيص والتمويل سادين عليك الطريق؟ الحل عند مشاركة. قدم مشروعك المميز على موقعنا واكسب مجانا وبدون أي تكلفة دراسة جدوى معتمدة، مكتب مدفوع القيمة لمدة 3 شهور، تعقيب تراخيص مشروعك، مكافأة تصل قيمتها 12,000 دينار كويتي. كل هالأشياء وأكثر توفرها لك مشاركة بدون أي مقابل، بس خلي يكون مشروعك مميز وجدواها الاقتصادية مربحة. حياكم الله مجددا. لا أدري السموحة، ما شاء الله أنا شايف حتى في جهات مشاركة. وشخنا ننوه للسادة المشاهدين بأن هذا المشروع غير ربحي. واحد، ما في رسوم. ما في رسوم. اثنين، تكلمنا عن الرعاة والداعمين، خاصة أن في مثل هذه الأمور اللي تهم الشباب معنية في وزارة الدولة لشؤون الشباب. سليم. طبعا عندنا مجموعة رعاة، في البداية الديوان الأميري، ثم مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون الشباب، وزارة الأوقاف، مؤسسة التقدم العلمي، شركة علي الغانم وأولاده، وجريدة الأنباء. عندنا 7 رعاة أساسيين هم اللي دعموا مبادرة مشاركة وقوموها، بالإضافة إلى الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء من خلال دعم المادي والمعنوي، والشيخ محمد عبد الله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أيضا من خلال دعم المادي والمعنوي، والوالدة الدكتورة سعاد الصباح أيضا من خلال دعمها المادي والمعنوي لمبادرة مشاركة. هؤلاء هم الداعمين والرعاة اللي دعموا المبادرة، ومن خلالهم قدرنا نمول أعمال المبادرة اللي كلفت إلى 4 مليون دينار كويتي، واستطعنا فيها أن نشغل مبادرة مشاركة 1، والآن إن شاء الله شغالين إلى مبادرة مشاركة 2. يعني ما هي غريبة عليهم، ودائما هم داعمين للشباب، وأي شيء تحس أنه ينمي تطوراتهم أو قدراتهم في كافة المجالات. نبي نتكلم عن الأسس والمعايير اللي على أساسها تختارون المشاريع اللي تتبنوها. في مجموعة معايير، 9 معايير، يعني السياق هي ما يسع لنا نذكره، ولكن المعايير الأساسية في البداية الشروط أنه يكون كويتي وعمره فوق 21 سنة، وأنه يكون أقل من 40 سنة، بعدها مشروع يكون يعني في قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني الكويتي، هذا واحد. مثل شنو؟ أي مشروع تكون له قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال احنا عندنا في مشاركة واحد نجح معنا في المركز الأول الأخ عبد الله مانع العجمي، كان مشروعه عبارة عن استزراع وإنتاج الأعلاف للمواشي بطريقة نوعية وسريعة وبكميات كبيرة تخلي قيمة الأعلاف لأصحاب المواشي بنص التكلفة. مثل المشاريع هذه تضيف قيمة على الاقتصاد الوطني، واحد تخفض من قيمة الأعلاف اللي يعني قيمة مبيعاتها السنوية ما تقل عن 20 مليون دينار في الكويت. لما تخفض من قيمة الأعلاف تخلي باقي يعني بائعين الأعلاف يخفضون من القيمة هذه، مما يساعد على إرجاع المواشي المهجرة بسبب قلاء الأعلاف اللي قاعد تسافر إلى الدول الثانية. يعني الأفكار والاختراعات. بالضبط. بالضبط. ففكرة نفس هذه أضافت قيمة على الاقتصاد الوطني، متوقع خلال يعني بعد يعني مرور سنة على عملها أن يكون في نتائج ملحوظة على هذا القطاع بإذن الواحد الأحد. مثل هالأفكار هذه وغيرها من الأفكار بالتأكيد تضيف قيمة على الاقتصاد الوطني، وإحنا ندعمها. طيب أستاذ عبد الله، إذا أنا أنتوا حصرتوها من 21 سنة إلى 40 سنة. طيب يعني اللي أكبر من 40 سنة هم عندهم بعد ممكن يكون عندهم أفكار، ممكن يكون عندهم سليم. مشاريع. سليم. بس إذا صار العمر أكبر هني إحنا يعني يصير في عندنا مفارقة وايد كبيرة في التقييم بين واحد عمره 50 سنة وبين واحد عمره 21 سنة، من ناحية فهمه، من ناحية إمكاناته، من ناحية قدراته، من ناحية
وايد أمور. ممكن الشخص اللي عمره 21 سنة يقدر يمشي في أنشطتنا واللي عمره 50 سنة ما يقدر يجاري، بالتالي ممكن فكرته أفضل، لكن لأن اللي عمره 21 سنة كان في طاقته أكثر وكان في نشاطه أكبر ويتابع أكثر، بالتالي ممكن يكون هو متفوق على الثاني. والعكس صحيح، ممكن يكون الأخ اللي عمره 50 سنة عنده قدرات ثانية من ناحية الفهم ومن ناحية أمور ثانية مختلفة يتفوق فيها على اللي عمره 21 سنة. فالمميز بينهم وايد كبيرة، ما نقدر يعني نحسم الأمور، لكن لما يكون العمر يعني قريب من بعض أكثر نقدر نقارن، نقدر يعني تكون العيلة متقاربة من بعضها في في يعني بكافة مجالات أفهامها وقدراتها ونشاطاتها، بالتالي نقدر نقيم بناء على هالشيء. نلاحظ أغلب أنشطة الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي متجهين للأطعمة، الأغذية، نقدر نقول الأكل والحلويات، متجهين حق مثلاً الميك أب والميك أب كأرتس قاعد يطلعون، الاكسسوارات والملابس، يعني أكثر شيء نقدر نقول متكررة وأيضا ما نقدر نقول فيها إبداع بمعنى الإبداع اللي يضيف للسوق الكويتي، خلينا نكون واقعيين، لكن هو شاب وحاب إنه يعطي هذه المشاريع، هل يتم دعمها؟ سليم، طبعا المشاريع اللي نفس المشاريع هذه احنا قاعد نستقبلها مو قاعد نرفضها، ممكن يقع تقييمها من ضمن ال 250 مشروع اللي يستفيدون من عندنا بوث مجاني على الاقل قيمته 250 دينار 7 ايام اللي تكلمنا عنه، ممكن ياخذه كبوث مجاني. اما المرحله اللي بعدها اللي ما تكلمنا عنها يفترض انه يكون يعني مشروعه اكثر نوعيه واكثر قيمه على الاقتصاد على اساس يقدر يتاهل الى المرحله اللي بعدها، بالتالي الكل قاعد ياخذ دعم، ولكن بحسب فكرة كل فرد ونوعيته يأخذ دعم أكبر من الثاني بناء على الفكرة والقيمة. نقدر نقول ابدع، تميز، فكر في الدولة وشلون تضيف لها ولاقتصادها علشان تقدر تحصل الدعم الحقيقي اللي أنت محتاجه. هذه يعني خطوة جميلة. نتكلم عن الخطوة التالية، شنو يكون ما بعد يعني المساعدات الأولية في البوثات، شنو هي الخطوة التالية بعد البوثات؟ البوثات راح تأخذ 7 أيام، راح يكون في 250 مشروع يأخذون بوثاتهم كلها مجانية. بعد 7 ايام عندنا لجنه التحكيم راح تاهل 20 شخص من ال 250، ال 20 شخص هذول اللي هم افضل مشاريع تضيف على الاقتصاد الوطني وفيها قيمه ميزه تنافسيه اكبر من غيرها، راح ناخذها في البدايه ندخلها في دوره تدريبيه فترتها اسبوعين 50 ساعه في اليوم 5 ساعات من قبل مجموعه مدربين وخبراء كويتيين يدربونهم على كل المواضيع اللي يحتاجها صاحب المشروع الصغير على اساس يكون الكم المعرفي اللي يحتاجه اللي بناء عليه يقدر ينطلق للسوق ويفهم شلون يعني يضبط تفاعلاته ونشاطاته في السوق المحلي. هذا في البداية. اثنين، بعدها بعد ما ننتهي من الدورات التدريبية راح نقعد كل صاحب مشروع مع مستشار مهني متخصص في إعداد دراسات الجدوى، يقعد معاه يسمع منه مشروعه ويحول مشروعه الضخم إلى إجراءات مبسطة يفهمها على قلم ورقة ويسهل أموره بحيث أنه يسهل تفكيره ويسهل اتجاهه في العمل وفي النشاط. هذا اثنين. ثلاثة، راح ننزل إعلانات مجانية لأصحاب العشرين مشروع في الجرائد. المرة اللي فاتت كانت الجريدة الداعمة جريدة الأنباء نزلت لكل صاحب مشروع إعلان نص صفحة، كونها راعية إعلان نص صفحة ينزل فيه مشروعه ويسوق فيه مشروعه. الفكرة مو بس تسويق مشروعه، الفكرة أنه لما صاحب المشروع ينزل إعلان عن مشروعه واللي حوله يقرون أن فلان نزل يشجع، تعطيه نوع من الثقة، تعطيه نوع من التشجيع، تعطيه تركب في باله فكرة أن أنا خلاص دام دخلت هالدرب يعني إذا رجعت فشلة فيصمل أكثر وتعطيه بوش أكثر إنه يستمر في هذا الاتجاه. بعد التصاريح في فاينل برزنتيشن يقدمونه إلى لجنة التحكيم يعرضون فيها مشاريعهم خلال فترة 5 دقائق بحيث إنه تساعدهم إنه يقرون أكثر تفاصيل لازم يضيفونها على مشروعهم على أساس يقدرون يقنعوا لجنة التحكيم، فتلقينا يعرف معلومات بالفترة هذه عن مشروعه ما كان يعرفها قبل لأنه بحث أكثر ودخل في تعمق في أكثر. هذه 4-5 في قاعة الراية تاريخ 28/12 بإذن الواحد الأحد المشروعات راح يعلنون مشاريعهم على الستيج أمام لجنة التحكيم أمام الجمهور. مرة ثانية راح نعلن فيه فائز واحد، الفائز الأول راح نقدم له مجموعة دعومات اللي شفتوها بالإعلان قبل شوي اللي هي دراسة جدوى من مكتب يعتمد صندوق المشروعات الصغيرة، 2 مكتب مدفوع القيمة 3 شهور، 3 ترخيص مشروعه، 4 مكافأة مالية قيمتها 12,000 دينار غير مسترجعة وما فيها أي نوع من الشراكة أو أي يعني علاقة تتبع الدعم، يستلم دعمه ويدش إلى السوق بحالة حر ما لنا أي دخل فيه. طيب خلينا نتكلم على النموذج اللي هو العام، الأخ العجمي اللي ذكرته الفائز الأول. الفائز الأول عبد الله مانع العجمي. عبد الله مانع العجمي حصل على هذه الجوائز اللي تفضلت. استلم مكافأة 12,000 دينار وانتهى، وحاليا تراخيصه قاعد تنتهي لأنه مشروع زراعي فخذ منه وايد وقت طويل على أساس أن التراخيص تنتهي.
ثلاثة أيضا المكتب ودراسة الجدوى. الأخ عبد الله مانع العدمي شغال في مشروع الآن، ويعني في مزرعته في العبدلي أقام القرف اللي يحتاجها مشروعه، ورحنا الصين معه بعد ما فاز، يعني ذهبنا معه إلى الصين بحيث إنه يبحث عن الأجهزة اللي يحتاجها أساس يحط فيها، يعني يحط الأجهزة في أرضه وفي مشروعه في الكويت أساس يقدر يستنبت. فكرة مشروعه إنه يصنع قرف حجمها 100 متر تقريبا، وتكون فيها صواني، والصواني هذه يضع فيها البذور اللي يحتاج إنه ينتجها، ويغطيها عن الشمس ويعرضها على إضاءة 24 ساعة، درجة معينة من الإضاءة ودرجة معينة من السقي، بحيث إنه إذا النبات يطلع في شهر يطلع بأسبوع واحد. لأن النبات لما يكون في طبيعي على الأرض ممكن تحوش الشمس في اليوم 4 أو 5 ساعات حكم يعني ميلان الشمس عليها الشروق وغروب، لكن هو يعرضها إلى 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 إضاءة اللي يحتاجها النبات 24 ساعة من خلال الأجهزة هذه، ويعطيها سقي معين خلال فترة أسبوع، النبات يكون يعني مكتمل وجاهز للبيع ومعد. نعم. أنا ليش سألت عن هذه أستاذ عبد الله؟ لأن الموضوع يعني ما نعرف شلون أوصفها لك، ولكن يعود بالنفع على الكل. يعني أول شيء أنت مثل ما تفضلت قبل شوي المواشي المهاجرة ترجع للسوق، واحد يقل سعر الأعلاف، ثلاثة يقل سعر بيع المواشي اللي أصبح بأسعار جنونية اليوم قاعد يتكلمون عنه. أي عدل كلامي، يعني هذا يعود بالنفع على الدولة بشكل عام والمواطنين والمقيمين. سليم. فبالتالي مثل ما تفضلت مشروع جدا يضيف قيمة على الاقتصاد وفي منفعته كبيرة. في الآونة الأخيرة شفنا أن في شباب عددهم كبير ما شاء الله قاعد يتجهون حق اختراع وبراءات اختراع قاعد يحصلون عليها من منظمات دولية، هل يتم تبنيهم؟ طبعا نعم. إذا قدموا المشروعات طبعا احنا يعني حاطين في الإعلان ان بشرط انه يكون مشروعك في قيمه على الاقتصاد الوطني، ويكون مشروعك مربح، يعني جدواه الاقتصاديه مربحه. ممكن احد الافراد يكون مخترع ومشروعه يعني مشروع حلو فكرته حلوه، نعم، لا قيمه، لكن لما نبي نعرضه في السوق هل السوق يستوعبه؟ هل في مشتريات؟ عندنا دراسه تسويقيه عملناها في السوق المحلي كلفتنا 40,000 دينار كويتي، نعرف فيها جميع القطاعات المتشبعه والقطاعات الغير متشبعه، نعرف فرص هذا المشروع هل هي كبيره، فرص هذا المشروع اقل. بالتالي اذا كان مشروعه ما يقع ضمن المشاريع اللي لها جدوى اقتصاديه، من البدايه نقول له يا فلان ترى مشروعك في قطاع متشبع او السوق ما يتقبله. يعني بعض الاختراعات ممكن يكون اختراع طبي، طبعا انا مو قاعد احبط في المخترعين، في بعض الاختراعات يكون بيعها كبير مثل مالوت العدساني، هذه المرشات اللي صارت خذ فيها اختراع براءة اختراع عالمية وميليونز الحين قاعد يبيع فيها المرشات هذه. في اختراعات يعني تحقق ثروات، وفي اختراعات ثانية ممكن ما تحقق مبيعات كبيرة. يعني في شخص مثلا يقول أنا بخترع المضادات الحيوية في الكويت أصنعها بدل أصنعها برا، مشروع طبي. أقول له طيب إحنا ما عندنا فعلا مختبرات تصنع أو تعمل الخدمة هذه أو التحليل هذا، لكن هل السوق الكويتي راح يثق في تحاليلك؟ ها؟ فهمت قصدي؟ نعم. الأمور نفس هذه الثقافة المجتمعية اللي عندنا في الكويت ممكن ما تتماشى مع الأمور هذه، بالتالي إحنا نحتاج إلى يعني مراحل معينة أساس إن نقدر أنا تكون نفس المشاريع هذه ناجحة. تفضلي. شوف يعني قلت كلمة خطيرة، إن هل مثلا الناس يثقون في هذا المنتج المحلي؟ طبعاً. هو في أساس إني أنا أثق في هذا المنتج أو لا؟ لما يتم صناعته في معايير عالية وفق دراسات يعني مقننة وأكيد تحت إشراف ناس عندهم القدرة والخبرة، سليم، هو راح يفرض نفسه علي وراح أثق فيه غصبا علي. يعني لما يكون الشيء عالي الجودة، صدقني في البداية الناس راح تجرب. سليم، هذه كانت نصيحتنا إلى صاحب المشروع اللي كان متقدم كذي، قلنا له أنت أساس يعني أنت عائقك الوحيد والتحدي الكبير أمامك أن الناس ما راح تثق فيك، فعشان تخلي الناس تثق فيك أول شيء تعمل عليه روح حق مختبر عالمي واخذ وكالته في الكويت واخذ اسمه في الكويت. صح. واعمل صح عشان تصنع ثقة. أنت عندك سوق، يعني بغض النظر إذا كان الموضوع هذا سليم أو غير سليم، إحنا عندنا واقع أنت عامل معه. الأمور المالية ما فيها صح وغلط، ما فيها يعني مفترض أنه يتعاملون معه، لا لا لا، فيها واقع، فيها ظروف ومعطيات، فإحنا نعطيه الواقع هذا ونقول له ترى المشكلة كذي أساس يقدر يعالجها ويتماشى معها. أما إذا
جميل انك قاعد تحط الحلول حلو. يعني ما قاعد تحبط وايضا اذا تكلمنا على موضوع الادويه هو مجرب يعني مجرب في دول شقيقه يعني مثل الامارات والسعوديه ومصر. مصر الناس تعنت تجيب ادويه من عندهم كثر ما هم عاليه الجوده طبعًا. يعني طبعًا. انا في ترى ببالي فكره الان ممكن انتم تتبنونها اللي هو انت تنتظر الشخص هو اللي يقدم مشروعه. طيب ليش ما يكون انتم شايفين ما شاء الله عندنا هذا الكم الرائع والنماذج الطيبة من الشباب الكويتي اللي عندهم هذا الفكر وعندهم هذه الاختراعات، ليش ما انتم تشوفون احتياجات السوق الكويتي وتضعون افكار معينة من لديه مثل هذه الاختراعات او الافكار اللي تخدم السوق الكويتي يقدم؟ سليم، هو يعني الفكرة سليمة، لكن احنا عندنا ايضا هدف ثاني. الهدف الثاني ان احنا نعيد نشر ثقافة أساسيات العمل التجاري اللي يحتاجها صاحب المشروع. فحتى صاحب الكب كيك اللي ممكن ما يضيف قيمة على الاقتصاد الوطني، لكن لما يقدم لي ويقرأ الأسئلة ويحلها يستوعب أن الكب كيك ماله مو ناجح، أو الكب كيك ماله ما له قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. فلما يقرأ الأسئلة هذه كلها هو من نفسه يكون عنده إعادة ترتيب، فتلقاه يوجه الفكرة مالته وتكون عنده توجهات ثانيه معينه. بس خلينا نوضح شغله عشان ما بنحبط الشباب اللي عندهم اهتمام في مجال مثلا التغذيه. في ناس بدت في البيت صار عليها اقبال بسبب جوده المنتج العاليه اللي قاعد يقدمها. شوكولات نس مثال، شوكولات نس بدأ مشروع شباب كويتيين، دبندب كويتيين ايضا، يعني هذيلا في مشاريع صغيره بدت من شباب كويتيين صغار في العمر بدأوا في البيت وبعدين انتقلوا الى السوق. ما شاء الله تبارك الرحمن، مالك مكان تقعد والله يوفقهم. فاحنا ما نبي نحبط اللي يهتمون في هالمجال. هي مو تحبيط، هي مو تحبيط، بس مرات انت عشان تعالج واقع معين لازم انك تواجه وتقول اساس الافكار تتعدل، الثقافه تتعدل، تميز نقدر تميز. واحد شوكولات نس مع أخونا راكان الفضال اللي كان أحد أفراد لجنة التحكيم في مشاركة واحد، بدأ مشروعه 500 دولار مشروع منزلي. 500 دولار يعني أقل من 300 دينار، 180 دينار. اليوم قيمة مشروعه 3 مليون دولار. ما شاء الله، مشروع ضخم وكبر. بس هل كل كب كيك راح يكون شوكولات نس؟ لا، هني قاعد يقول تميز. هل السوق الكويتي يعني يحتوي او يتقبل او يستوعب يعني شوكولات نس ثاني وثالث ورابع؟ هذا السؤال. احنا مثل هذا الامر يهمنا امانه ونيابه عن نصره فريق العمل، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى ان انت توعدنا ان شاء الله ان يكون لنا لقاء اخر بسك. ويكون في ايضا ممن شاركوا متميزين في المشروع السابق. عسى الله يوفقكم. كل الشكر احبتنا لضيفنا الاستاذ عبد الله الغانم، رئيس المجلس المالي والاداري في مبادره مشاركه. أيضاً شكرا لك. ايضا شكرا لوزاره الدوله لشؤون الشباب لدعمها الدائم وكل الجهات اللي ساعدت وشاركت في دعم هذه المشاريع الصغيرة. نقول لهم كل الشكر لكم، وإن شاء الله من تميز إلى تميز. نقول حق الشباب ابدع، تميز، فكر ديرتك شنو محتاجة، راح تلاقي من يدعمك. نشوفكم إن شاء الله غدا في إشراقة وطن. مع السلامة، في أمان الله. بداية أسبوع موفقة للجميع، حتى نلتقيكم نحن وأنتم في رعاية الله. إلى اللقاء.